السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الله ينعم عليكم. طيب دلوقتي عايز افتح قاعدة بيانات وابدأ اجرب موضوع ان انا اظبط الداتا اللي فيه. هقول له اوبن وابدأ اختار من المسار دوت. هدخل على مثلا السي بروجرام فايل، وبعد كده الاي بي ام، وبعد كده هتلاقي سامبلز، احنا طبعاً انجلش، وبعد كده هتلاقي ديمو، اكثر من ديمو. في حاجات بتبقى زي قاعدة بيانات كده جاهزة اهوت. عايزين نشوف انا واحدة الخاصة بالاكسل، هقول له اكسل اس اهيت اوبن، وبعد كده تختار الوركشيت اللي انت عايزه. اول سطر موجود هنا ده هتعتبره عبارة عن داتا، يعني هيدخل من ضمن المعلومات، ولا variable view او بارامتر هيبقى كده فوق. فبقول له لا، run هو حاجة مستقلة اوبن. فبدأ يفتح لي قاعدة البيانات اهوت. ممكن اقول له سيف لي، هو ممكن سيف بقى في اي مكان، سيف خلينا سيف مثلا على الدوكومنتس. طيب دي عندي هي قاعدة البيانات. اقدر اجي مثلا هنا من داتا واقول له ديفاين فاريبل بروبرتيز، دي الفاريبل اللي عندي، ممكن اختار عدد منهم. خلي بالك هو بيقول لك ان لو هي نومرينال او اوردينال بيبقى اسهل في التعامل معاها عن السكيل. فبتبدا تختار الدوال اللي انت عايزها، ولو في حاجه مش عايزها بتدوس عليها مرتين ودي تقول له كونتينيو، فبيبدا يجيب لي كل الفاريبل بالشكل دوت، وبيقول لي بقى الكرنت فاريبل ايه، الليبل اللي انت عايز تكتب زي وصف ليه. طبعا هنا الكرنت فاريبل مش مديني ان انا اعمل مسافه، لازم يكون الاسم حاجه واحده، او ممكن اعمل شرطه لو عايز تحط كلمتين لازم تحط شرطه في النص. الميجر ليفل هل هو سكيل ولا اوردينال ولا نومرينال، التايب بتاعه هل هو نمبريك ولا كوما ولا دوت، وهكذا. الرولز بتاعه بيديني كل المعلومات اللي انا اقدر اعدل فيها بطريقه اسهل من ان انا ادخل اعدلها واحده واحده. فبتلاقي في سهوله في تعديل البيانات. ممكن تدخل هنا في الاتريبيوت وتضيف الاتريبيوت اللي انت عايزه. هنا بيقدر يعرض لي بقى المعلومات الفاليو ليبل جريد، فبتبدا تعدل زي ما انت عايز. ممكن تغير السكيل مثلا لاوردينال، ممكن الليبل تغيره، الكار برايس ممكن تخليه مثلا بالعربي، يبقى الكرنت فاريبل الاسم بالانجليزي والليبل بالعربي لو انت حابب. ممكن تغير النوع بتاعه من نمرك لكوما لدوت، او تشير لديسيمل. فبيديني قدرة حلوة على التعديلات زي ما انا عايز. ممكن تنسخ البارامتر من انذر فاريبل او لاذر فاريبل، تقدر تنسخه من مكان لمكان اخر. طيب لو انا عندي ملف جديد ونسخت حاجه من الاكسل، يعني خلينا نفتح كده الملف الاكسل اللي كنا بنتكلم عليه دوت. لو انا فتحته بشكل مانيوال، دخلت هنا على البروجرام فايل، ودخلت هنا على السامبلز انجلش، وعايزين نختار ملف الاكسل اللي هو دوت. انا المره فاتت عملنا له امبورت. طبعا انا لو خدت المعلومات اللي هنا كده كوبي وحطيتها هناك، يعني نسخت كده مثلا اهو كل المعلومات اهوت، قلت له كوبي، ورحت هنا على البرنامج وقلت له انا عايز ملف جديد تمام فاضي خالص اهوت، وجيت وقلت له بيست، نسخت المعلومات من الاكسل للبرنامج عندي هنا. لو بعد ما دخلت الفاريبل وفوجئت ان هو مش قادر يتعرف عليهم النون، فتاخد وقت كتير ان انت تقعد تحدد كل واحد فيهم ايه. فممكن تيجي هنا من داتا سيت وتبدا بقى تحدد، تعدد مثلا ده وده 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 نومينال، ده اوردينال، وده كونتينيوس مثلا اهو. فبتلاقي طريقه سهله جدا ان انت تحدد الفاريبل انواعهم ايه، وهو اوتوماتيك هيغيرهم بالشكل دوت.